اولا احنا بنبارك لحضرتك طبعا، الف مبروك. وصف لنا بقى الفرحه. طبعا فرحه اي اب زرع وبيحصد النهارده الحمد لله. انت بالك يعني مفيش فرحه تعادلها، وكما قال عبد الحليم ورجعت في الدنيا فرحان جد فرحان بنجاح النهارده. انا نجحت الحمد لله. الحمد لله. كنت متوقع من صلاح؟ كنت متوقع من صلاح. اوصف لي بقى كان مراحل مذاكرته، كنت بتضغط عليه سايبه بحريته خالص؟ لا هو لوحده القناعة، هو ربنا عطيني يومه لعمره كنت مذاكر لانه اصلا كان يعني انا كنت بشفق عليه، انا كنت بقول له قوم نام. اللي هو كان الحمد لله هو عارف طريقه وكافح بصراحه. انا كنت بشفق عليه ابني لما جه في نص الليل في جلسه صجعه صاحي بتاع ممكن الاقيه بيخش على الليل مثلا النوم غلبه غصب عنه على الكتاب عليه في الشتاء. فطبعا هو تعب الحمد لله وربنا. رسالة تحب تقولها بقى توجهها لصلاح تقول له ايه بقى؟ الحمد لله ربنا يبارك فيك يا صلاح وكتبنا كده على طول ويحفظك وتبقى يا رب دايما قدوة للشباب وكل من يحتز بيك. للأولياء الأمور اللي بيضغطوا على أولادهم؟ لا والله هو المكتوب مكتوب وتوفيق من الله عز وجل. أنا قلت له يعني ما تضغطش، حتى لما كان بيطلع امتحان ما كنتش براجع معاه. قلت يا صلاح الحمد لله بابا. لا قلت له عملت تسليمين ولا اسمين لأن طبعا ما وتروش وكده. طالما العيل الاب شاف ابنه بيعمل مجهود اللي هو معلش انا ما اقدرش اعمله يبقى هنطلب منه اكتر من كده. الحمد لله رب العالمين.